السلام عليكم متابعينا الكرام، اليوم نشرح لكم كيف تصنعوا عصير موهيتو. نحتاج 7 أب والفينت والأبرق ومكعبات الثلج والنعناع والليمون. أول خطوة نحط مكعبات الثلج. أول خطوة نحط مكعبات الثلج. يطيح مرة ما مسكها. واحدة. ليش الوحدة واحدة بس؟ حطيت 3 بقت وحدة. أنا بس أنا حطيت 5 بس عادي. أنا بحط الحين بيحط علاوي. حط 5 ولا 4 ولا 3؟ 6. زين لازم نحطه بهذي. شوفي ايش شوية ها؟ لا بهذي. الحين بيسوي عبادي. خليك اطرح. الحين ثاني خطوة نعصر شوية ليمون. الخطوة الثانية خلص. حط وحدة ثانية. طرحتها تراك مقلوبة. واضح أنا الوحيد اللي حطها صح. أقول أنا الوحيد اللي حطها صح. أنا تراني حسيت شو حتى يمكن نصل ليمون ذيك مرة تحطيت غلط. الحين ثاني خطوة. الحين رابع خط. الحين ثالث خطوة. اني بالفينت الأزرق ونكب منه. والحين عبادي مقلوب. حطه كامل. لا حطه كامل. ما كامل. هو في وايد. لا تحط كامل يا في وايد. خلاص. والحين الخطوة الرابعة نحط السفينة.
خمسة. بعد خلاص خلاص بس بس ما لازم بعد في النهاية يمكن أصلا ما تشرب ما تشرب كله. حط بعد 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 بسك. الحين ما بقى الحين بنخلط أول شيء بعدين نزينه بالنعناع نزينه بالنعناع بس وحدة ونحط الليمون. حط انتو بعد طيح خلاص كذا. الحين ما تشوفون جهز العصير والحين جهز العصير نقدر نشربه. والحين نشرب العصير بالهنا والشفاء. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط زر اللايك والاشتراك في قناتنا وتكتبوا لنا كومنت. ومع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. اليوم نشرح لكم كيف تصنعوا تسووا عصير نشرب العصير بالهنا و لذيذ. انا اشرب الليمون نشرب النعناع هل اشرب النعناع ما اشرب